60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. سلام القدس عليكم ومنكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 97 من العام 2018. سأخصص هذه الحلقة أحبائي بمناسبة الأحداث المتتالية في فرنسا لمناقشة وضعية العالم الغربي والتطورات التي يشهدها ويتوقع أن يشهدها، لأنني لست من الذين يوافقون على النظرية الرائجة الآن في سوق التحليلات والتي تتحدث عن مؤامرة أمريكية على ماكرون باعتباره رجل الاستقلال الفرنسي والداعية لجيش أوروبي أزعج الولايات المتحدة الأمريكية فقررت الربيع الفرنسي على طريقة الربيع العربي. لست من هؤلاء لثلاثة أسباب. السبب الأول، إيماني بأن البحث دائما يجب أن يكون في الظروف الموضوعية التي تتيح الاستعمال والاستخدام. حتى في سوريا عندما تحدثنا عن حرب عالمية على سوريا تحدثنا عن معطيات داخلية أسهمت في إيجاد البيئة المناسبة التي تمكن الخارج من استخدامها، واعتبرنا أن كل محاولة لطمس هذه العناصر الداخلية والتركيز فقط على البعد الخارجي هي ابتعاد عن التحليل العلمي والموضوعي، سواء كان بمستطاع الدولة السورية بإمكاناتها المتواضعة أن تسد هذه الثغرات التي استند إليها واعتمد عليها، أم كانت فوق طاقتها، لأنه في نهاية المطاف في كل دولة في كل مجتمع نقاط ضعف، لا يوجد مجتمع بلغ مرحلة الكمال في الوفرة وفي الحرية وفي الديمقراطية وفي نيل الحقوق الوطنية وفي تحقيق الأمان والتطلعات الإنسانية، هذه استحالة. دائما هناك نقاط ضعف، دائما هناك ثغرات، دائما هناك مطالب، دائما هناك ما يؤجج حالة من الغضب في شرائح معينة وحالة من التطلب في شرائح أخرى وحالة من التطرف في شرائح ثالثة، لابد من استكشافها والتوقف أمامها وقراءتها قبل الحديث عن عامل خارجي يستعملها، سواء كنا في الضفة التي تقول بأن الدولة المعنية بالاستهداف هي دولة مظلومة بمعنى أنها تقف في ضفة الحق وتستخدم نقاط ضعفها ضفاف الباطل في استثمار واستغلال وإثارة فوق قدرة المجتمع والدولة على صدها كما هو الحال في وضع سوريا، لكن لا ندير الظهر لهذه العناصر الداخلية، نفندها ونقف أمامها لنعرف من هي الشرائح التي استجابت والتي تم الاستناد عليها وكيف كانت تشكل هي البيئة الحاضنة، وبالتالي كيف يمكن إدارة الحرب في مواجهة البعد الخارجي فيها بإضعاف العنصر الداخلي بملاقاته باحتوائه باستيعابه باسترداده، ولاحقا في مرحلة ما بعد الحرب بالوقاية من الوقوع في هذه الأزمة مرة أخرى. أما في حالات الدولة غير الضعيفة وفي حالات الدولة غير المستهدفة كما هو حال فرنسا، فيصير اللعب التكتيكي في السياسة هو نوع من التوظيف لأحداث حجمها الداخلي هو الأصل، هنا يصبح هامشيا البعد الخارجي لأن وظيفته تكتيكية، لأنه بريد لإيصال رسائل وليس عامل من عوامل الصناعة الجوهرية للأحداث. هذا البعد الأول. وطبعا لما بنحكي عن فرنسا، في مرات سابقة كثيرون كانوا يميلون مثلا عند الحديث المستعجل عن ثورة الطلاب عام 68
إلى التوقف فقط أمام اسم الشخصية التي برزت في هذه الثورة الشبابية الفرنسية عام 68 اللي هي بانديت كوهن، أصوله اليهودية، ونسيان أنه أحد رموز القيادات اليسارية الحقيقية التي ذات أوزان يعني مؤثرة في قلب البيئة اليسارية الفرنسية، والاكتفاء بهذا البعد للقول بأن هذا رد على موقف ديغول من حرب عام 67. وقد يكون ثمة يعني شراكة في اللوبيات اليهودية العاملة في فرنسا في استثمار ثورة 68 لإيصال هذه الرسالة، لكن الاختزال والاختصار ومحاولة إعدام العناصر الموضوعية الحقيقية تبعد كل محلل وكل قارئ عن اكتشاف الحقيقة وعن ملامستها وعن استشراف النتائج التي سترتب عليها والاتجاهات والسياقات التي تطلقها هذه الأحداث. فهذا العامل الأول، أنا أدعو دائما إلى قراءة العناصر الموضوعية، إلى التعمق في فهمها قبل الانجرار إلى استسهال توصيفها بدائرة الإثارة الخارجية أو اللعبة الخارجية. العامل الثاني هو أن آخر شخصية يمكن الحديث عن بعد استقلالي فيها في تاريخ فرنسا قد يكون هو أمانويل ماكرون. ماكرون أصلا هو صناعة أصحاب الرساميل والشركات الكبرى، ونحن يعني عندما كنا نتابع الانتخابات الفرنسية والمرشحين في الانتخابات الفرنسية لم يكن خافيا لا من جهة حجم الدور الذي لعبته الشركات الكبرى وعلى رأسها شركة ايد التي يعني تملك الايربوس والتي تملك المفاعلات النووية والتي تملك الكثير من الصناعات العسكرية، الدور الكبير الذي لعبته في تمويل المعركة الانتخابية لأمانويل ماكرون. ولا نستطيع أن ننسى بالإضافة إلى هذا الإجراءات الاقتصادية نفسها التي فجرت فرنسا الآن والتي جاءت مترافقة تماما مع التوصيف المتوحش للنيو ليبرالية والليبرالية المتوحشة، وأنا أتحدث عن توصيفات علمية وليس عن توصيفات اتهامية. يعني صفة التوحش هي صفة يطلقها الغرب على هذا النوع من الليبرالية التي في ظروف الكساد، في ظروف الركود، في ظروف تراجع القدرة على التسويق والبيع في الأسواق، في ظروف تراجع نسب النمو في الاقتصاد، تأتي وتقدم على إجراءات غاية في القسوة من نوع تخفيض استثنائي في الضرائب المفروضة على الشركات ذات الربحية العالية وزيادة استثنائية في الأكلاف المترتبة على الطبقات الفقيرة. هاي يعني ما حدا سبق عليها لماكرون، وهي كما يقال القشة التي قسمت ظهر البعير التي فجرت هذا الغضب الشعبي العظيم. وبالتالي ماكرون هو ابن هذه الشركات، هذه الشركات التي في أغلبها هي شركات متعددة الجنسيات وفي الغالب الأعم ترتبط بصورة عضوية وليس بصورة غير مباشرة بمركز الرأسمال العالمي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية، الابن المطيع للسياسات الأمريكية الجوهرية حيث يطيعه الرأي العام الفرنسي، لأنه كمان رئيس فرنسا محكوم برأي عام حاضر وقوي سواء في الجمعية الوطنية أو في الأحزاب الوازنة أو في الصحافة أو في مؤسسات المجتمع المدني، يعني مش حر وطليق اليدين في أن يصبح مجرد كلب تابع للسياسات الأمريكية. لكن حيث يستطيع لم يتوانى ماكرون عن تقديم كل الدعم اللازم للسياسات الأمريكية. حتى بمناقشاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا أنه ابن المدلل للسياسات الأمريكية، رغم الطابع الأرعن لدونالد ترامب الذي لا يستطيع أن يحتفظ لنفسه بصديق ولا لبلده بدولة حليفة أو صديقة. ورغم كل ذلك تبقى فرنسا أكثر البلدان الأوروبية قربا من السياسة الأمريكية. ولمن يريد دليل حسي ملموس، في لحظة دراماتيكية تعيشها إدارة دونالد ترامب عنوانها الموقف من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ذهبت كل الدول الأوروبية لإجراءات عقابية بحق السعودية، لإجراءات تجميد لمستوى العلاقة. الوحيد الذي بقي مش فقط مواكب للسياسة الترامبية بل منسجم ومنخرط في أدائها، يعني ترامب نفسه لم يجرؤ على المحادثة والمصافحة مع محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في بيونس آيرس في الأرجنتين، بينما ماكرون سوق لمحادثة سجلت بعض المقاطع منها لتبييض سمعته بأنه كان يؤنب وكان يعاتب وكان يوجه رسائل شديدة اللهجة لولي العهد، لكن في الحقيقة هو الوحيد
من بين الدول الغربية الذي تجرأ بين رؤسائها على الوقوف لدقائق غير قصيرة مع محمد بن سلمان والتقاط الصور وهو يحدثه. وبالتالي داخل الاتحاد الأوروبي كلنا يعلم أن المناقشة التي عطلت فرص معاقبة السعودية ومعاقبة محمد بن سلمان هذه المداخلة كانت فرنسية وكانت من صناعة إيمانويل ماكرون. هذا مثال، هذا مؤشر في الحقيقة. اثنين، بخلفية وصول ماكرون الكل يعلم مؤسسة روتشيلد ومصارف روتشيلد والدور الذي لعبته، وهو ابن هذه المؤسسة وهو أحد موظفيها الكبار، وهي التي دفعت به إلى الواجهة وجعلت منه رمزا من رموز الحياة العامة ومولت الحملة الضخمة الهائلة التي خيضت عبر وسائل الاتصال الاجتماعي لجعله نجما شبابيا يقتحم الركود السياسي الذي كانت تمثله الانتخابات الرئاسية ويحقق حزبه خلال فترة وجيزة وغير طبيعية هذا الانتشار الواسع ومن ثم يصل إلى الرئاسة. العامل الثالث في الحقيقة أنني لا أرى أن ماكرون كان جديا في الحديث عن جيش أوروبي. أصلا فكرة جيش أوروبي يعني التي تحدث بها ماكرون أو تحدثت بها ميركل تحتاج إلى موازنات وتحتاج إلى سياسات. هذه الفكرة بعيدة عن الواقع، أنه بظل وجود حلف الناتو حدا بده يجي يقول أنه الجيش الأوروبي شو هي المنزلة اللي بده يغطيها ما بين الجيوش الوطنية التي تتولى حماية الحدود الجغرافية لدولها وبين الناتو الذي يؤدي وظيفة دولية. يعني هل إن فكرة الجيش الأوروبي صادقة جدية لأي وظيفة على المستوى الخارجي إذا كانت لها وظيفة خارجية، ولأي مستوى ولأي وظيفة على المستوى الإقليمي إذا كانت وظيفة إقليمية؟ إذا كانت الوظيفة إقليمية فهي بديل للناتو في مواجهة روسيا، يعني إذا خارج الحدود الوطنية للدول مطلوب بناء قوة قادرة على الحركة. هذه القوة ستتحرك من أجل ماذا؟ ستتحرك في المستعمرات من أجل ألا تكون فرنسا وحدها، فهي وسيلة من وسائل الاستجلاب لشباب دول أوروبا الشرقية. بصراحة هذا ما كتبته الصحافة الفرنسية، مش أنا اللي عم أقوله، أنه لنجيب الروماني والبلغاري ولا نطوعهم بقوة نستطيع أن نذهب بها إلى مالي وغير مالي، لأنه الشباب الفرنسي يحجم عن الذهاب إلى مثل هذه المشاركات. برواتب منخفضة نستطيع أن نأتي بشباب دول أوروبا الشرقية لأداء وظائف استعمارية. هاي هي الفكرة الجوهرية اللي عند ماكرون، وكان ينتظر الموافقة الأمريكية على الفكرة، لأنه بلا بركة الأمريكان هو لن يسير في هذا المشروع، ليقول أنه هذه فكرة الجيش الأوروبي جذابة قد توحي في الظاهر بأنها انفصال عن الناتو، لكنها في العمق ستؤدي الوظائف الأكثر شراسة من التي يؤديها الناتو، بحيث لا يبدو التدخل في أوكرانيا أنه تدخل أمريكي تستطيع روسيا أن تجعل منه قضية عالمية. يذهب الجيش الأوروبي إلى أوكرانيا باعتبارها دولة أوروبية ويستطيع أن يكون هو بالنيابة عن الناتو وعن أمريكا حيث يجب أن تكون أمريكا ويكون الناتو. يعني المشروع بذاته هو تتمة لمشروع الاتحاد الأوروبي الذي أطلق بالأصل في عام 94 بنسخة منقحة تحت العباءة الأمريكية، لأن النسخة الأصلية الديغولية للاتحاد الأوروبي عام 64 جوبهت بصد أمريكي من داخل الدول الأوروبية حتى تم إجهاضها. تبنت أمريكا عام 94 صيغة الاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة وإزالة الحدود، لأنها كانت ترى في الاتحاد الأوروبي الإطار البديل عن الناتو الذي يمكن أن يجذب دول أوروبا الشرقية للانضواء في صيغة تبعدها عن الاتحاد السوفيتي بعد انهياره، أي عن روسيا الجديدة المولودة من رحم انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه، وتؤخذ هذه الدول محطة أولى نحو صيغة الاتحاد الأوروبي بإغراء التنقل بدون فيزا والتعامل بعملة قوية وبيع البضائع في الأسواق الأوروبية والذهاب إلى سوق العمل الأوروبية. ونجحت الفكرة في الحقيقة وأدت الوظيفة المطلوبة منها. الآن يأتي ماكرون ليقول للأمريكيين إن استتباع فكرة وجود الاتحاد الأوروبي بفكرة جيش أوروبي هي تتمة مفيدة للسياسات الأمريكية وليست مناهضة لها ولا تشكل سببا من أسباب الانزعاج الأمريكي، لكن الأمريكي ينظر للأمر بعين أخرى، ينظر للمدى التاريخي الذي يمكن معه في ظل التفاوت القائم والمتسع تدريجا
بين مفهومي الأمن القومي الأوروبي والأمريكي أنه ماكرون مش باقي، منه هو صيغة فرنسا الأبدية، وبالتالي بكرة بيروح ماكرون وبيجي رئيس استقلالي إلى فرنسا بيكون بين إيدي الجيش الأوروبي اللي بلش يصير متزاوج مع لحظة تاريخية تفكر فيها أوروبا بهموم أمنها القومي بصورة مختلفة عن أمريكا، أي أن أوروبا المجاورة والمتلاصقة والمتشاطئة مع دول ما يسمى بالشرق الأوسط تعيش هم النازحين والتغيير الديموغرافي، هو مش موجود بأمريكا هذا الهم، والناتج عن الهجرات المتتالية، ولذلك أمريكا لا تأبه لتفجير أزمات في مصر في سوريا في العراق لأنها بمنأى عن ضغط الهجرات، بينما أوروبا باتت تستشعر أن العبث بأمن الدول المستقرة في هذه المنطقة حتى لو كان لحساب اختبار فرص الاتيان بمن هو أشد ولاء من أنظمتها الحاكمة أنها مغامرة قد تهدد جدار الأمن الأوروبي، لأنها ما لم تنجح بسرعة فسوف تؤدي إلى موجات من المهاجرين يدقون أبواب أوروبا ويغيرون ديموغرافيتها، وهذا مصدر قلق كبير، ويأتون بيد عاملة رخيصة تنافس اليد العاملة الأوروبية، وفوق ذلك يسهمون بنقل مزيد من مصادر القلق الأمني لأنهم يأتون في ظل تنوع ديني عنوانهم إسلامي في الغالب الأعم من مصر من العراق من سوريا من باكستان من أفغانستان، ومن بين صفوفهم شرائح تدين بالولاء للفكر المتطرف وتشكل بيئة حاضنة يمكن لتنظيم القاعدة أو لسواها أن ينمو في كنفها، وبالتالي هذا البعد في مفهوم الأمن القومي يترافق مع بعد ثاني تنظر من خلاله أوروبا أيضا للقضية الفلسطينية، وأن الذهاب لصيغ قاسية وغير واقعية في التقدم بمشاريع حلول للقضية الفلسطينية على طريقة اعتماد القدس مثلا عاصمة موحدة ودائمة وأبدية لإسرائيل يعني بالنسبة لأوروبا تأزيم المنطقة وفتح الباب لحروب جديدة في المنطقة، هذه الحروب هي على مدى مرمى العين بالنسبة لأوروبا، العبث بالأمن فيها قد يذهب أبعد من حدود السيطرة التي تفترضها أمريكا، وليس فقط بما يقذفه من مهاجرين باتجاه أوروبا بل بما يهدد به من تصاعد في مخاطر الحروب التي ستصل شظاياها بصورة أو بأخرى لأوروبا، سواء بما يرتبه من تغييرات في الجغرافيا السياسية أو بما يرتبه من اشتعال لحمى الحروب وما ينشأ فيها من فوضى وما ينشأ معها وعلى أطرافها من تداعيات في السياسة وفي الأمن. العامل الثالث هو الملف الإيراني الذي تنظر إليه أوروبا بقلق وبخوف وبحذر من زاويتين، أولا أوروبا مستورد للطاقة لموارد الطاقة للنفط والغاز، من مثل أمريكا المكتفية بالإنتاج المحلي والتي لا تحتاج أن تستورد، وأوروبا التي تستورد من روسيا كانت تحلم بأن تنجح تجربة الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى الحدود الروسية بدعم أمريكي لتفرض شروط الضغط على روسيا من الشرق عبر مفهوم العثمانية الجديدة الذي حملته عواصف الربيع العربي، ومن الغرب من جهة أوكرانيا ومن جهة الحدود الأوروبية مع روسيا بحيث يمكن الوصول إلى ممارسة الضغوط على روسيا والحصار على روسيا للحصول على تدفق سلس وآمن للغاز الروسي وبأسعار جيدة. طيب هذا الحلم تبخر وانتهى، الآن أوروبا تعرف أنها رهينة روسية وتعرف أنها ربما تكون رهينة من أنواع أخرى لمصادر الطاقة الآتية من بعض الدول العربية من الجزائر من قطر من سواها، والآن تسعى إسرائيل لأن تكون أحد موارد الطاقة باتجاه أوروبا، فحسابات الطاقة الأوروبية كيفما تطلعت أوروبا ستراها إيرانية. لماذا؟ أولا لأن أي مواجهة رعناء ومتسرعة وحمقاء مع إيران ستؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، إغلاق مضيق هرمز يعني التهاب سوق النفط والغاز في العالم، ويعني جعل روسيا أولا موردا أحاديا لا منافس له ولا بديل عنه بالأسعار التي يريد أن يمليها على السوق الأوروبية، ثانيا تعني ارتفاعا هائلا في أسعار النفط والغاز يعني انهيارات في الاقتصاد الأوروبي، ثالثا تعني أنه إذا كانت أوروبا متطابقة في الرؤية السياسية العدائية لإيران مع الرؤية الأمريكية، يعني إذا رايحة أمريكا على مواجهة مع إيران أوروبا أبلاني الانصياع لتخديم هذه المواجهة، وهذا اللي بيفسر موقف الرافض لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران
بينما أمريكا ذهبت، أن أوروبا تعرف أنه أي مواجهة مع إيران بالآخر، أنه هاي مواجهة إذا تحولت لمواجهة عسكرية، أمريكا ليست في دائرة الخطر. إسرائيل نعم بدائرة الخطر، لكن أوروبا أيضا بدائرة الخطر، لأن أوروبا واقعة في مرمى الصواريخ الإيرانية، بينما أمريكا ليست في مرمى الصواريخ الإيرانية. مرمى الصواريخ الإيرانية بده 9000 كيلومتر لحتى يطال أمريكا، بينما بالألفين وثلاثة آلاف كيلومتر فهو يطال أوروبا. وبالتالي لذلك الحسابات التي تقيمها أوروبا لمفهوم أمنها القومي هي التي تقلق أمريكا، وهذا بينطبق على حالة مثل ألمانيا، بينطبق على حالة المستقبل الغير معلوم من الآن للقيادات الأوروبية الآتية. وليس مصدر القلق الأمريكي هو أمانويل ماكرون. لهذه الأسباب أنا ابتعدت عن هذا التفسير الرائج. هذه الأسباب جوهرية وأساسية بالنسبة لي، وهي مقدمة لأقول إن الذي تشهده فرنسا هو ظاهرة ستتخطى الحدود الفرنسية، ستصبح أوروبية، ولن يكون اليوم بعيدا الذي تصبح فيها أمريكية. ليش؟ هاي النقطة اللي أنا برأيي هي القسم الثاني من القراءة، والقسم الثالث اللي هو إلى أين يمكن أن تذهب هذه الأحداث وهذه العواصف التي بدأت تدق أبواب العالم الغربي. في البداية لابد من القول أن الغرب كله، يعني أمريكا، بريطانيا لأنه صارت خارج الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي، أن ركائز الغرب الثلاثة هذه كانت تتجه من نهاية التسعينات، يعني بعد نهاية الحرب اليوغوسلافية ومطلع القرن الواحد والعشرين، نحو المزيد من التوحد والتماسك. حتى بحرب العراق عندما سجلت فرنسا موقفا انتقاديا من الحرب الأمريكية عام 2003، لم تلبث أن انضبطت بكل تفاصيل الرؤية الأمريكية للحرب، وأن تقف وراء أمريكا في كل متطلباتها هي وبريطانيا، بحيث أنه سقط آخر خطوط محتملة للتمايز بين أطراف المثلث الأمريكي البريطاني الأوروبي. وبالتالي هذا كان من خلال رؤية موحدة. هذه الرؤية الموحدة مبنية على المصالح الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية. بالمصالح الاستراتيجية في ثلاثي هو روسيا، الصين، إيران، كان مطلوبا عزل هذا الثلاثي بعضه عن بعض أولا، يعني العزل بين روسيا وإيران يستدعي الإمساك بتركيا، والعزل بين الصين وإيران يستدعي الإمساك بباكستان وأفغانستان، والعزل بين روسيا والصين يستدعي الإمساك بأفغانستان أيضا. وبالتالي أفغانستان، باكستان، تركيا هي دول ثلاثة سعت أمريكا بكل جهدها لأن تكون جزءا من قبضتها، ومعها سعت أوروبا وبريطانيا. وبالتالي فك العلاقة الجغرافية بين هذا الثلاثي الروسي الصيني الإيراني كان مهمة أولى. المهمة الثانية كانت ملاقاة روسيا والصين على حدودهما مع الدول ذات المنشأ الإسلامي، كازاخستان، أوزبكستان، طاجكستان، كل هذه يعني تركمانستان، هذه الدول التي يمكن لمشروع استثمرت عليها أمريكا وأوروبا وبريطانيا، اسمه العثمانية الجديدة، اسمه الأخوانة، أي تسليم الحكم للأخوان المسلمين، يمكن له أن يحاصر أطراف روسيا، أطراف الصين، وأطراف إيران من كل الجهات، بحيث يصبح التفاوض لفرض الشروط، ومعروفة الشروط شو كانت. الصين عليها أن تنخفض بنسبة النمو من 7% إلى 2%، عليها أن تتقبل تخفيض مشترياتها النفطية إلى النصف، عليها أن تتقبل شراء النفط بسعر أعلى من السعر العالمي بنسبة 25% إلى 30%. وهذا مكتوب بوثائق أمريكية، يعني ما حدا يفتكروا أنه نوع من هيك التخيلات. روسيا ممنوع أن تبيع الغاز لأوروبا بالسعر الرائج عالميا، يجب أن تبيع بسعر أقل 25% من السعر الرائج عالميا، وعلى روسيا أيضا أن تلتزم بأنها جزء من منظومة اقتصادية تتعايش على العائد الأوروبي، وأن توقف طموحاتها لتكون قوة فاعلة ومؤثرة وصانعة للسياسة على الساحة الدولية. طيب، هذا المشروع الذي استثمرت عليه أوروبا
مع بريطانيا تحت الراية الأمريكية حتى العام 2014، يعني من 94 لل 2014 مرورا بال 2004 اللي هي المحطة الفاصلة في تاريخ الحرب الأمريكية على العراق اللي برز فيها بعض التباين. طيب حتى العام 2014 أوروبا حاطة مئات المليارات خسائر تمويل لأوروبا الشرقية، حمل لمنافسة في البضائع وفي اليد العاملة، حاطة إمكانات لحماية مشاريع الحروب الأمريكية والشراكة فيها. عم نحكي 2014 يعني تاريخ ولادة داعش، يعني عندنا ثلاث محطات مفصلية لعشرين عام، تبدأ من إطلاق الاتحاد الأوروبي بنسخته الأمريكية، يتوسطها الخلاف التكتيكي على الحرب على العراق الذي لم يستمر إلا لشهور قليلة، وتنتهي بولادة داعش. بهالعشرين عام بدأ التفكير في خاتمتها أوروبيا بطرح السؤال إلى أين؟ الحروب الأمريكية تفشل، روسيا تستعد للانطلاق والهجوم المعاكس، إيران موضع اعتراف أمريكي بمكانتها الإقليمية من خلال المفاوضات التي تجري حول التفاهم النووي، ترسم استراتيجية أوروبية من مطلع العام 2014 وترسم معها مسارات موضوعية تفرض نفسها على أوروبا تتميز بعنوانين. العنوان الأول هو استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي لأنه لم يعد مشروعا جاذبا، سقطت الوظيفة التي من أجلها شاركت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، هذا الحلم الأوروبي بمحاصرة روسيا والحصول على غاز رخيص انتهى، هذا الحلم الأوروبي بمحاصرة الصين وفرض تخفيض نسبة النمو وزيادة سعر النفط وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الصينية المنافسة لتفقد قدرتها على المنافسة كمان سقط، وبالتالي على أوروبا أن تواجه قدرها الجديد بمعادلات جديدة. طيب بريطانيا ليش بدها تحمل عبء أوروبا الشرقية؟ أفضل طريق هو الخروج من الاتحاد، وبدأت منهجية التحضير للخروج من الاتحاد الأوروبي من ذلك التاريخ اللي تبلور أكثر 2016 اللي صار رسمي 2017 اللي تكرس باتفاقية بريكست 2018. وبالتالي هذا أول نتاج للانفكاك. النتاج الثاني للانفكاك هو بدء التململ في البحث عن مفهوم جديد للأمن القومي تقوده ألمانيا الحقيقة مش فرنسا، وتقدم من خلاله الحاجة والمصلحة الأوروبية للاقتراب من روسيا، أي لعدم التطابق في الرؤى مع الولايات المتحدة الأمريكية حول مكانة موقع روسيا، ومشهور الكلام اللي قالته ميركل مرارا أن العقوبات الأمريكية على روسيا هي عقوبات على الشركات الألمانية أكثر مما هي عقوبات على روسيا، هذا بلش يبين الاقتراب من روسيا. ثلاثة، التمسك بما يمكن الوصول إليه من تفاهم مع إيران حول ملفها النووي وتخفيض سقوفه ما أمكن، وهذا التخفيض ما كانت وراء فرنسا، يعني لهالسبب أنا عم أقول أنه ما حدا يتوهم أنه فرنسا كانت حصان بأي من هذه التحولات، بالعكس أيام هولندا كان الفرنسيون الأسوأ في المفاوضات مع إيران، وبالتالي وبكل هالمفاصل هم الأسوأ. وبالتالي هذا العامل الثاني من عوامل التحول لم يكتمل، لأن الطبقة السياسية الأوروبية بدت عاجزة عن تلقي هذه الحاجة المصلحية الأوروبية، هي تعاملت مع هذا العامل في التحول من الخارج، أي بصفته قشرة في الإعلام وفي الخطاب السياسي، لكنها لم تحوله إلى استراتيجية، وبقيت تضبط إيقاع أدائها حتى في سوريا والحرب على داعش والعلاقة مع إيران، إلى أن انسحبت أمريكا من التفاهم النووي مع إيران، وجدت أوروبا نفسها بما فيها بريطانيا، وهذا اللي بيدل على أنه الانفصال البريطاني عن أوروبا ليس سببه تغير جوهري في السياسات بدليل موقف بريطانيا المؤيد للتفاهم النووي مع إيران، بل سببه تهرب من الأكلاف المترتبة على عبء وجود الاتحاد الأوروبي وضمه لدول أوروبا الشرقية. طيب إذا الدولة، هون بدنا نبلش نقرأ هذا البعد الثالث بأمريكا وبأوروبا، هذه الدول تقدم نفسها لشعوبها أولا أنها عبر سياساتها الدولية والعالمية تبني مهابة، ثم تبني أسواقا، ثم تبني رفاها ومقدرات مالية، فتزيد الأجور، تخفض الضرائب،
تؤمن خدمات مجانية لشعوبها، التعليم، الطبابة، سواها، تنشئ نوع من العقد الاجتماعي الرعائي لدور الدولة، ثم تنهار هذه السياسات فيبدأ الارتداد على المكتسبات الداخلية، تصبح الدولة ذليلة، يعني يبلش المواطن الفرنسي والمواطن الألماني والمواطن الأسباني والمواطن الإيطالي يرى أن دولته بلا حسابات لمصلحتها تتبع. وهذا شفناه بالربيع العربي، يعني شفنا الشعور بالمهانة بدل المهابة عامل من العوامل الحاسمة في غضب الشارع. الشعور بالمهانة الأوروبية موجود، اللي منكم يقرأ يتابع الصحافة ويشوف قديش فيها كتابات عن استبدال الشعور بالمهابة بالشعور بالمهانة. العامل الثاني اللي ببلش يظهر هو الفشل في السياسات الخارجية، والفشل دائما يضعف المصداقية، يضعف النظرة نحو الحاكم كقائد، يضعف النظرة نحو الحاكم كمؤتمن كخبير، بتبلش النظرة نحوه كأحمق كساذج كتافه. هذا يحدث وهذا يكتب في الصحافة وتحفل به التحليلات، انه رحتوا على سوريا على اساس هيك غمضة عين وبتسقط سوريا وبتصير بالعب. وين هاري برنار ليفي اللي بعد شوي كان يعامل بصفته النبي الاوروبي الجديد؟ وينه اليوم؟ وينه اليوم وكل الثورات التي اشعلها تحولت وبالا على الاوروبيين انفسهم؟ لا ليبيا قادرين يخلصوا منها، ولا تونس قدروا يبنوا فيها نظام صديق تابع، ولا مصر تحولت الى قوة جاذبة في العالم العربي، ولا ولا ولا، واليمن حرب موحلة يعني لا تجلب إلا العار لمن يدعي أنه على صلة بها أو دور فيها. أما في سوريا فحدث ولا حرج، الهزائم والخيبات والفشل إلى فشل والفضائح حول من رعى الإرهاب، من جلب الإرهاب، من نظم الإرهاب، من أدار الإرهاب، من نقل عشرات الآلاف من المسلحين، من دفع لداعش ثمنا إقامة معامل الإسمن تاعت لافارج، واللي الفضائح تاعتها يعني تدوي في الرأي العام الفرنسي وفي الصحافة الفرنسية. كل هذا بيجي عامل تاني معه الأهم، العامل الثالث اللي هو أن هذه الحكومات عندما تشعر بضيق ذات اليد هي لا تمد يدها إلى جيوب الرأسماليين وكبار المتمولين، تمد يدها إلى جيوب الشعب الفقير. وهذا اللي عملوا أن أمانويل ماكرون، انه السياسات التقشفية تذهب بزيادة اسعار الكهرباء والغاز والبنزين والمازوت، يعني 20% من نفقات الفقير في فرنسا زادت فاتورته بهذه المفاصل التي تشكل عصب حياته اليومية، تدفئة على ابواب الشتاء اشد ارتفاعا، الكهرباء اللي بيستهلكها اشد كلفة، والبنزين طبعا والغاز المنزلي كلها. وبالوقت نفسه يرى هذا المواطن الفقير في فرنسا بطالة ترتفع نسبتها كل سنة بأرقام جديدة، ويرى معها أغنياء تخفض عليهم الضرائب تحت شعار عم نعمل تنشيط للاقتصاد. التنشيط للاقتصاد له وصفة واحدة، زيادة الأسعار على الفقراء، تخفيض الضرائب على الأغنياء. منطقي طبيعي، الغير طبيعي انه الناس ما تغضب. لكن السؤال هو انه بظل تكلس الاحزاب السياسية، وين هو الحزب الاشتراكي الفرنسي؟ حزب هولندا من غير شر اللي هو حزب الرأسمالية الجديدة، وين هو الحزب الشيوعي الفرنسي؟ وين قوى اليسار الفرنسية؟ طبعا هلأ المجموعات اليسارية الصغيرة لعبت دورا في تأسيس السترات الصفراء، لانها اكتشفت من تجربة، وهذا اللي بدي وقف قدامه خصوصية هذه التجربة. وقبل ما وقف قدام خصوصية هذه التجربة بدي إياكم ترجعوا إلى عامل تاريخي في قراءة الحدث الفرنسي، لأنه في بعض السطحيين لا يعرفون عن فرنسا إلا أنها باريس مدينة الليل، باريس مدينة الأزياء، باريس مدينة العطور، باريس الحضارة، وبالتالي انه هاي الفوضى اللي بباريس اكيد مش يعني ليست فرنسية او مش الفرنسيين،
طبعا نحن بلبنان الحرب الأهلية التي ارتكبت فيها أبشع الارتكابات والجرائم والمجازر وتقطيع الأوصال والقتل على الهوية، هلأ بسوريا التي ارتكبت فيها شرائح متخلفة ومتطرفة من المجتمع السوري ما لا يمكن أن يقبله عقل ولا تستقيم معه أخلاق، تطلع نظرية لك هذه ليست تقاليد اللبنانيين وهي ليست تقاليد السوريين ولا هذه ليست قيم الشعب الفرنسي. في الواقع فرنسا ما بعمرها كانت يعني أحداثها العاصفة ثوريا إلا على هذا المستوى من العنف والفوضى. من يوم الثورة الفرنسية الأم 1789 واللي انتهت بإعدام ماري أنطوانيت بال 1793، فرنسا كل عمرها دموية. فرنسا الفوضى، سجن الباستيل واقتحامه، يعني حدا ما بيعرف انه سجن الباستيل نسبة الثوار فيه ما كانت 5% من عدد السجناء الذين تم اطلاقهم، واللي اغلبهم كما يصفهم يعني كبار الكتاب من كارل ماركس الى اخرين هم الرعاع وهم حثالة المجتمع، واللي نزلوا على الشوارع واللي سرقوا واللي نهبوا، اصلا حتى الظاهرة التي تسمى بالارهاب قبل هلأ هو جداد على الحكي على الارهاب الامريكان وغيرهم. الارهاب في مفهوم نظري فلسفي في الحديث عن فكر ثوري اسمه الفكر الارهابي، اسمه يعني هؤلاء يعني صنعوا نظرية للارهاب كانت تقوم على الاغتيال، كانت تقوم على الانقلاب، كانت تقوم على رفض فكرة الثورة الشعبية، وتقول ان الشعوب عموما كسولة، الشعوب عموما سطحية، الشعوب عموما تأخذها الغرائز، وبالتالي الثورة كانوا يردوا على دعاة الثورة الشعبية. وهنا عم نحكي عن مدرستين متكاملتين في الفكر التاريخي الثوري في القرن التاسع عشر، يعني قبل ما تصير أمريكا إمبريالية وموجودة في قيادة العالم، وهي اللي بيرجعوا بيقروا عن ظاهرة باكونين وعن ظاهرة برورون عن المناقشات التي كانت تدور في داخل المجتمع اليساري العالمي، أنه هول كانوا يؤمنوا بأن قبضة من الثوار وقبضة صغيرة متماسكة مضحية مستعدة للموت يمكن أن تغير وأن تصنع ثورة وأن تستلم حكما بدون ما يكون الشعب شريك، بالنيابة عن الشعب لأنها تعرف مصلحته أكثر مما يعرفها هو. وهم كاتبين كتب ومألفين نظريات، وهم منشأ البيئة التي نظر لها حول هذه الفكرة كانت التجارب الفرنسية. بالتجارب الفرنسية شهدنا الفوضى وشهدنا الإرهاب وشهدنا الحركات العنفية وشهدنا اقتحام المتاجر وشهدنا سرقة الموجودات والنهب، وهذا تاريخ ملازم وملاصق لكل مراحل الانتفاضات والهبات الثورية التي عرفتها فرنسا بالقرن الثامن عشر بالقرن التاسع عشر. لما بنحكي عن كومونة باريس وما جرى في كومونة باريس، عم نحكي 1870 1871، عم نحكي عن 60 يوم حكمت باريس من قبل قبضة شعبية منتخبة، 60 أو حوالي 60 عضو منتخبين، طبعا الأسماء المعروفة منهم لا تتعدى ثلث الأعضاء يعني 20. وبالمناسبة بكل مرة بصير حدث ثوري بفرنسا، حتى لما عم نحكي عن ثورة الشباب يعني بفرنسا 68 أو بأيار 68 أو عم نحكي عن كومونة باريس أو عم نحكي عن الثورة الفرنسية الأم، بكل مرة كان الحدث الثوري الفرنسي يرتبط بتحولات في دور فرنسا على الساحة الدولية، بفشل في حروب، بهزائم، بضعف، بتراجع، بانهيار المشروع الاستعماري، هذا ثابت. ومعه أيضا كانت ميزة مشاركة في كل هذه المنعطفات الثورية في تاريخ فرنسا، تتمثل بأنه دائما فرنسا تحضر فيها باريس ليست كعاصمة لدولة عالمية، بل تحضر باريس هي كمدينة عالمية. فالثورة الثورة الفرنسية الأم، ثورة الكومونة، ثورة أيار، هذه الثورة كلها كانت مليئة بغير الفرنسيين، سواء في القيادات أو في الجموع والحشود التي تشارك فيها. بواحدة من الوثائق التي تتحدث عن كومونة باريس يرد اسم أحد المصريين بيت بيطار بصفته واحد من أركان وكتاب البيانات الخاصة بكومونة باريس عام 1871 1870. وبالتالي هاي سمة ملازمة ما حدا يبني عليها الأجانب ودور الأجانب ومدري مين محرك الأجانب. على كل حال
التوانسة والجزائريين العرب المشاركين في هذه الانتفاضة، روحوا شوفوا شو عملوا بالهبات تاعت السترات الصفراء، اقتحموا القنصلية الإسرائيلية وأحرقوا علم إسرائيل ورفعوا بدلا منه العلم الفلسطيني. يعني وهي لحالها كافية للاستخلاص والاستنتاج، أن على الأقل إذا كان بعض الأيادي الأمريكية موجودة كبريد رسائل للقول لماكرون ببعض الأشياء، لكن لا سيطرة على هذه الحركة، والدليل هذا المؤشر. يعني إذا مسيطر عليها وما بيروح على السفارة الإسرائيلية، بيروحوا على السفارة الفلسطينية وبيحرقوا علم فلسطين وبيحطوا محله علم إسرائيل، أو بيديروا ظهرهم للاثنين. اللي بدي وصل لأقوله أنه هذا التاريخ الفرنسي، وهذه امتداد لهذا التاريخ، سواء بما ترافق معها من أنها مزامنة لسقوط المشروع الاستعماري، وهذا مهم وهذا صحيح، أو لكونها متلاصقة بظواهر العنف والفوضى، أو لكونها أيضا مليئة بالمشاركة لغير الفرنسيين. هول سمات دائمة خلال قرنين من الزمن، فما في شيء جديد لحدا يعمل منه، وهو قبل ما تصير أمريكا أمريكا التي نعرفها. يبقى شو هي ظاهرة السترات الصفراء؟ هون أنا بدي أقول إنه التاريخ بيعلمنا كمان، والعلم بيعلمنا. لما نقرأ بالعلم نحن مثلا قانون أرخميدس شو بيقول؟ نظرية تاعته إنه كل وزن فيه له وزن مضاد. نقرأ ديكارت وأينشتاين، كل فعل فيه له رد فعل بذات الاتجاه وبذات القوة، عفوا بذات القوة بذات الوزن، يعني بذات القوة لكن بعكس الاتجاه. انه انت لما تعمل ضغط بهالاتجاه بده يطلع عليك ضغط باتجاه اخر، لما الجاذبية بتشد الوزن نزول في قوة معاكسة هذا الوزن يقاوم بها. طيب هذا المفهوم الفيزيائي البسيط. لما بتيجي بفعل اسمه ماكرون، اللي هو فعل قام به الرأسمال، وقامت به الحركة الرأسمالية بما فيها بين هلالين اللوبيات اليهودية اللي هي مجموعة روتشيلد، ومعها الرأسمال المعولم الممسوك به بصورة أو بأخرى أمريكيا. طيب لما تخترع أنت ظاهرة سمتها الغموض وسمتها المفاجأة وسمتها الصعود السريع، لا تتوقع إلا أن يأتيك رد فعل في لحظة درامية معينة، سمته الغموض وسمته المفاجأة وسمته السرعة. سرعة تشكل السترات الصفراء وغموض السترات الصفراء ومفاجأة السترات الصفراء هي من نفس طبيعة سرعة صعود ماكرون ومفاجأة صعود ماكرون وغموض صعود ماكرون. هاي العلم هيك، هذه الطبيعة هي هذه الطبيعة لكن في الاتجاه المعاكس. رد المجتمع الفرنسي على أخذه على حين غرة، على أخذه في هذه الغفلة، رد المجتمع الفرنسي نخبه، روحوا شوفوا أسماء ووجوه المشاركين، راح تلاقوا مثقفين، راح تلاقوا فنانين، راح تلاقوا رسامين، راح تلاقوا مبدعين، راح تلاقوا يساريين محبطين من جولات انتخابية شاركوا فيها، إلى جانب أسماء ظلوا أنها ستكون أسماء لامعة في تغيير مستقبل فرنسا الاقتصادي والاجتماعي. وهي كل الثورات بتجي هيك على كل حال، تسد الآفاق أمام وسائل التغيير التقليدية، فتلتقي الناس على دون موعد، تلتقي في الشارع، تلتقي في لحظة اشتباك حددتها السلطة بقرارات قاسية مجرمة أصابت الطبقات الشعبية بالحريق فنزلت إلى الشارع. هذه اللحظة الثورية التي أنتجها ماكرون نفسه لكن بغير إرادته، بطبيعته وتكوينه المنتمي إلى عالم الرأسمال، أمام مأزق الاقتصاد، مأزق المالية العامة، العجز عن توفير الموارد اللازمة للدولة، وين راح؟ راح على الفقراء. هلا هذا السياق اللي بدي أقوله هو سياق مفتوح. أول شيء الأكاذيب التي تروجها القنوات الفضائية العربية نقلا عما يكتبه الفرنسيون التابعون لحكم ماكرون، يعني وزارة الداخلية اللي بتطلع بيانات عفوا بتخبرنا انه اول مرة نزلوا ستر الصفراء كانوا 280,000، تاني مرة 170، تالت مرة كانوا 90، هلأ اخر مرة
كانوا 30 وبعد شوي رح يقولوا لنا صاروا 10، علما شهود العيان في باريس فقط في ساحة الجمهورية، لأنه سكروا لهم الشانزليزيه راحوا على ساحة الجمهورية، والناس شاطرة ومتابعة وشغالة وعندها خبراتها. بيقال أن ساحة الجمهورية وحدها كان حجم حضور السترات الصفراء فيها يزيد عن 70,000 بس، فما بالك بكل باريس. عفوا مرة أخرى، هذا طقس الرشح شو ما نعمل. فما بالك بكل باريس وما بالك بكل فرنسا. المعلومات التي تأتي من أصدقاء مقيمون في فرنسا أن نسبة المشاركة تتسع مش بتتراجع، بل الذي يريد أن أقوله أن ظواهر الفوضى والعنف التي طبعا لا يرغب بها أحد، ما حدا بحب يشوف مظهر يعني تكسير الوجهات وسرقة المحلات، بس أنا بدي لكم إياه أنها بين الفرنسيين هي الأقل عفوا مرة أخرى هي الأقل جذبا للاهتمام والتعليق. الاهتمام والتعليق ما عم بصير على هاي، الاهتمام والتعليق في الشارع الفرنسي عنوانه التضامن مع السترات الصفراء، انضافت الشرطة إلى السترات الصفراء، مش عم بحكي عن مشهد الشرطية التي انضمت واللي راج فيديو لإلها وهي تتحدث خلاله وتناشد الشرطة، لا، نقابات الشرطة أعلنت الانضمام، نقابات الإطفائيين، نقابات سيارات الإسعاف. ظاهرة السترات الصفراء تتسع في الطبقات الفقيرة، المتقاعدون ونقاباتهم أصبحوا جزءا منها، وهذا كله يحاول الإعلام الرسمي الفرنسي وزارة الداخلية يحاولون إخفاءه كمعلومات وحجبه كمعلومات، وخوض حرب نفسية كاذبة تحت شعار أنه عم يتقلصوا وأنه عم بيقلوا وأنه شيئا فشيئا عم نجففهم، وبعد شوي هلا كل مرة كل سبت بيعتقلوا 1500 و2000 واحد، وأنه بعد شوي رح يصير أنه كلهم بالحبس. التحدي في الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه، ما لم يتراجع ماكرون عن زيادة الأسعار في الكهرباء والغاز والبنزين والمازوت، ما لم يتراجع ستتعاظم ظاهرة السترات الصفراء. هلا الميزة الثانية أنه هاي الظاهرة بدأت تتشكل لها قيادة، بدأت تنشئ لها تنظيما، وبدأت تحاول أن تضبط صفوف المناصرين المشاركين لضغط مساحات الفوضى تقليصها، وهذا لن يتم بسحر ساحر، هذا أمر بطبيعة التكوين، هذا أمر يعني أن الانتقام من البرجوازية ودخول السنترات والمولات ونهب الموجودات فيها، هذا موجود بكل الثورات، ما حدا يعني يقعد يعمل لي محاضرة في مواجهة هذا المشهد وأنه يا ديعانك يا باريس الجميلة ويعمل لي بكائيات عليها، وهذا أهل باريس أحق بها منكم أنتم أيها المتفرجون الراغبون في السياحة، معليش باريس لأهلها قبلكم وهم يعرفون ماذا يفعلون، حتى لو كانت هذه الفوضى بكرة بتتصلح، الأصل هو أن ثمة تيار جديد يدق باب فرنسا، ولأنني أرى أن الزمن الاستعماري الفرنسي ولا إلى غير رجعة، حتى محل ما فرنسا باقية ما في موارد نهب جديدة حتى لو وجدت تكفي لإعادة تعويم الاقتصاد الفرنسي، المشروع الضخم الهائل الذي كان الرهان عليه انتهى، هو مشروع ترويض روسيا ومحاصرة الصين وإضعاف إن لم يكن إسقاط إيران، هذا خلص. آسيا الجديدة تنهض، آسيا الجديدة تغلق أبوابها، آسيا الجديدة ليكوا طلعوا هذا الحلف التاريخي اللي عملته أمريكا وبريطانيا في وجه عبد الناصر، مين كان يضم لما بدها تراهن أمريكا وبريطانيا بالخمسينات ومعهم فرنسا طبعا بعد العدوان الثلاثي على مصر، شو فكروا يعملوا قبل العدوان الثلاثي أو لا بعد العدوان الثلاثي بال 58 العدوان بال 56 شو قرروا يعملوا؟ قالوا بدنا ننقي الدول التي تستطيع أن تشكل قوة حديدية، من إيران تركيا باكستان، وين إيران وتركيا وباكستان اليوم؟ إيران وتركيا وباكستان هلأ مجتمعين مع أفغانستان مع روسيا مع الصين لمناقشة مشروع سياسة إقليمية جديدة تقف بوجه السياسات الأمريكية، وبالتالي نحن أمام تغييرات، خلص أصبح الزمن الماضي فيها ماضيا. الحرب السورية التي كانت استباقا لمثل هذا التحول قبل ما تلتقى الصين وروسيا وأفغانستان وباكستان وإيران وتركيا، تعوا نعزل سوريا ببطلوا قادرين يوصلوا على المتوسط،
هاي سوريا تكسر رقابهم. وبالتالي فرنسا ما عاد فيها ترجع. فرنسا اللي كانت راكدة انه هاي زمن الاستعمار القديم، سوريا بتكون حصتي، يا امريكان انا بقاتل، انا بقدم، انا برعى، انا بحاول، انا بجيب شقف من المعارضة بلبسها بزبطها، انا بنقل المسلحين الى هناك. تتذكروا كوشنار على اطراف الحدود التركية السورية وهو يصافح يدا بيد كل القتلة والارهابيين الاتين متطوعين من ليبيا ومن غير ليبيا، ويسميهم ابطال الحرية وهم جزء من الاخوان ومن تنظيم القاعدة. ما بقت شيء ما عملته من مساوئ ومن ارتكابات ومن جرائم السياسة الفرنسية، لكن المشروع سقط. طيب، هل من امل باعادة تغذية الاقتصاد الفرنسي وتنشيطه بطريقة رأسمالية ليبرالية؟ لانه ايه في طريقة رأسمالية ليبرالية، انك نشط القطاعات الانتاجية، تتحمل مزيد من الضرائب للخزينة، يحملوا الرأسماليين شوي من جيوبهم لتقدر توسع عدد فرص العمل وتقدر تطلق حركة في الاقتصاد وفق احتياجات السوق المحلي بعيدا عن الروح الاستعمارية، تعمل سياسة أوروبية اقتصادية موحدة إلى آخره. لكن بالعقلية الرأسمالية الليبرالية في إمكانية لعلاج؟ أنا أجزم ما في إمكانية. وبالتالي الأزمة مفتوحة. الأزمة المفتوحة تعني مزيد من التصاعد ما لم يتم التراجع والانهزام أمام الحركة الشعبية. يعني هلا ماكرون يا بفك رقبته وبينهزم أمام الحركة الشعبية وبيبدأ تداعي، ما بتوقف هون، بكرة بتطلع النقابات بدها زيادة أجور، بعد بكرة بيطلع مطالبة بتعديل قانون الإيجارات والسكن. هيدي ما في منطق التاريخ بيعلمنا هيك. لذلك يصطف الرأسماليون الآن كلهم وراء ماكرون، إياك أن تتراجع. طيب، عنده حل من اثنين، يا بيتراجع يا ما بيتراجع، ما في شيء ثالث. إذا تراجع فالموج قادم لمزيد من المطالب والمزيد من التراجعات، وبدأ يتحلل النظام وقوته ومهابته ومنعود يخوف، تتجرأ الحركة الشعبية. وإذا راح إلى المزيد من العناد والمزيد من التعنت والمزيد من البطش، هاي الحركة الاحتجاجية ستتحول إلى ثورة. وما حدا يقول لي هلا عم تستعجل يا أستاذ، عم بتقول وسيظهر فيها السلاح. كل تاريخ فرنسا بيقول هيك، كل تاريخ فرنسا. انا اللي عم لكم اياه، يعني انتوا اسمعوه منيح مني وفكروا فيه. لن يكون بعيدا اليوم الذي تنصب فيه المتاريس في شوارع باريس اذا بقي هذا العناد والتعنت من ماكرون. الشرطة البلدية والشرطة الشعبية والشرطة الوطنية ستكون جزء من المواجهة، وبده ينزل الجيش. ممكن فرنسا قادمة، وهي مش بس فرنسا، والانتقال الى بلجيكا والانتقال الى، طبعا ما حدا يلوم المهاجرين العرب اذا شكلوا قوة نوعية في قلب هذا، لكن قد تكون هذه الفرصة لمداواة الانقسام الاهلي بفرنسا وبدول اوروبا. لانه عندما ينزل البيض والسمر كتفا الى كتف تنشأ الاخوة بينهم، بدل ما ينزل البيض والسمر بوش بعض تحت عنوان المسيحي اليميني المتطرف في مواجهة الإسلامي المهاجر المتطرف. هذا سيعجل قوى التطرف من الضفتين وسيجعل الحركة جامعة، ولهلأ هي هيك. وأنا أعتقد طالما بقي العنوان الاقتصادي هو المهيمن عليها فهي ستتسع على هذا الأساس، يا بتنكسر السلطة يا بدها تتصاعد أكثر فأكثر وتتحول من هبات، من سبت كل مرة بالأسبوع نهار، لتتسع وتشمل وتتعاظم، وهي تتعاظم أوروبيا. بلشت بلجيكا، أمستردام، هلأ بألمانيا عم يتشكلوا. وأنا بدي أقول اللي بيقولوا الأمريكان وراها، لا يعني تستبعدوا يوما، وما عم بحكي عن يوم بعد 10 سنين، لا، عن يوما، عن يوم قريب، لا تستبعدوا يوما قريبا ترون فيه مشهد السترات الصفراء في شيكاغو ومن ثم في نيويورك. وعم بقصد بالتحديد المدينتين، شيكاغو حيث الثقل لمناهضي العولمة رح يلبسوا السترات الصفر مع هذا الانهيار الاقتصادي اللي فشل فيه ترامب بالحروب، واللي فشل بالعقوبات التجارية وبدأ يتراجع قدام الصين، واللي فشل فيه في حماية صناعة السيارات لأنه فشل بتأمين أسواق، وفشل فيه مع المكسيك، وفشل فيه مع كندا. هذا بده يولع داخل أمريكا. نتائج الانتخابات في النصفية التي أظهرت البعد الاقتصادي لحركة الشارع أنه غير واثق بجدوى وفاعلية إجراءات دونالد ترامب،
هذا بيقول انه الوضع الثوري في امريكا بدا، وعكل حال ليكو بالتاريخ كل عمره الثوره بتبلش بفرنسا بتكمل بامريكا، يعني هذا التاريخ هيك بيقول. وبالتالي الثوره الفرنسيه والثوره الامريكيه، يعني طبعا هلا الحرب الاهليه الامريكيه كانت قبل الثوره الفرنسيه من 1783 خلصت، لكن الثوره عم بحكي وتمثال الحريه وانتقال تمثال الحريه هديه الثوره الفرنسيه للامريكيين، امريكا على الباب، امريكا على الباب. وقلت شيكاغو ونيويورك لانه الاشتعال الكبير سيكون في نيويورك مع حي هارلم ومناطق السود، والعالم رايح على محل يعني علينا ان نتوقع فيه الكثير الكثير. لا اختم لانه الوقت بعد عندي دقيقتين، لا اختم لكم شيء تذكروا منيح. عندما تنهض المستعمرات وتتحول الى مشاريع دول مستقلة، لا تنتظروا الثورات الاجتماعية في البلدان المستعمرة. البلدان المستعمرة بتعمل تحرر وطني، وبتعمل معه بناء اقتصاد وطني، وبتعمل معه لحمة وطنية. الثورات الاجتماعية تكون في البلدان المستعمرة، البلدان الرأسمالية التي تنهب ثروات المستعمرات وتدفع الرشاوى لطبقتها العاملة ولفقرائها كي يؤيدوا السياسات الاستعمارية. كيف تدفع الرشاوى؟ بالأجور المرتفعة وبالخدمات الطبية وبالخدمات الكهربائية الخفيفة الكلفة وبالمترو وبسواه وأسعار بسيطة، وهذا لأنه ليه؟ مش بحاجة تأخذ منهم، هي عم تأخذ من المستعمرات لتشركهم بحماية فلسفة الاستعمار، متطوعين ومحاربين، وتدمج رؤيتها الاستعمارية مع المزاج الشعبي. وبتذكروا قديش كان الحديث مثلا عن النظرة العنصرية نحو الجزائريين أيام الاستعمار الفرنسي في الجزائر، قديش كانت هذه النظرة شعبية وليست نظرة فقط عند الحكام. لما بينهار الاستعمار تبدأ الثورات الاجتماعية في بلدان الغرب. ولذلك أنا أقول أنه في الغزوة الاستعمارية الكبرى التي قادها جورج دبليو بوش من العام 2000 ومعه المحافظين الجدد، وانخرطت فيها أوروبا بجناحيها، يعني أوروبا الموحدة وبريطانيا، هذه الغزوة الاستعمارية التي تمتد حتى يومنا هذا وهي تدخل الآن مرحلة التراجع الكبير، مرحلة الهزيمة والفشل، تداعياتها وين حتكون؟ في قلب الدول الغربية. هذا أول الغيث الستر الصفراء. هلأ بكرة بيجي حدا بيشتري الموضة مثل ما بيقولوا، يعني مثل أي ماركة، أنه بيجي بيقلدها ببلد مثل لبنان، ببلد عربي آخر، وبيكون وراها جهاز مخابرات، هذا وارد. بس أنا عم بحكي انتقالها في بلدان الغرب هو انتقال للعدوى، بغير محلات أي ممكن تكون مجرد صناعة مخابراتية عجبتهم الفكرة ليقدروا يستعملوها في إيصال رسائل أو في يعني تخريب استقرار أو سوى. لذلك لا، نحن بلبنان لازم ننتبه بكرة إذا سمعنا بالخبرية ندقق نفتش مين اللي وراها، مين هني هول، قبل ما ننجر ونذهب تحت عنوان أنه هذه ظاهرة اجتماعية شعبية نظيفة. أحبائي وأعزائي، نصل هنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام القدس عليكم دائما وأبدا. ستون دقيقة مع ناصر قنديل.